عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعتكم مباركة الإخوان، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم بخير، تقبل الله صيامكم في هذا اليوم الكريم. فيديو جديد اليوم الإخوان، الجمعة اليوم غادي نهضر لكم على واحد الظاهرة، مهم عرفت واش ظاهرة ولا واحد المشكل اللي كاين هنا كيعانيو منو الناس المهاجرين اللي ما عندهمش الورق، هو انه اسمحوا لي الناس اللي ما عندهمش الورق عندهم مشكل دابا ولاو كيشدوهم، راهم كيشدو دابا الدراري وكيرفوا لهم كيصيفطوهم كيشدوك. دابا انت غادي ما عرفتش واش كاينه حمله، وهي ديما هي صراحه هي ديما كانوا كيشدوا الناس، ديما راه كاين بنادم راه كاين في الحبس، الناس راه كاين اللي ما عندهمش الورق راهم مشدودين ماشي بزاف، ولكن كاين حالات مشدودين بتهمة الإقامة في إسبانيا بطريقة غير قانونية، هذه راها كما كتسمعوا الإخوان مشدودين في الحبس في السجن بتهمة الإقامة في إسبانيا بطريقة غير قانونية. كاين حالات مش حالات كثيرة ولكن كاين المغاربة في انتظار أنه القاضي يقرر أنك يصيفطك للمغرب، من كيصدر قرار من المحكمة هذيك الساعة كيصيفطو كيرفو ليك. هو هنا كاين الاخوان نصيحه لكم الاخوان اللي هنا المغاربه اللي كاين هنا، وانهم المهم هاد النصيحه اللي هنا في اسبانيا ولا ماشي دول اخرى، هو انك الا كنتي ما عندكش الاوراق حاول ما امكن تخرج من تخرج ما تكون خارج ما تكونش خارج حتى شي وثيقه لا باسبور ولا لا كارت ناسيونال ولا بيرمي ولا حتى شي وثيقه اللي كتثبت شكون انت، اللي فيها تصويرتك وفيها الكنية ديالك وفيها السمية ديالك وفيها الجنسية ديالك والادريس ديالك، ما امكن خرج ما عندك والو. الا شدوك مثلا لا شكو فيك ولا هادي لا حبسوك مثلا البوليس بكل بساطة قول له انا ما عنديش ماشي، ولا كذب عليه قول له انا من سوريا ولا من شي دولة اللي فيها المشاكل ولا هادي، حيت السوريين ما كيجريوش عليهم وعارفين الوضعية اللي كاينة في سوريا ولا في العراق، المهم الدول هذوما ولا افغانستان الدول هذوما مشاكل سياسيه واقتصاديه واجتماعيه معقده، هادو كنظن ما كيتساهلوا معاهم، ما كاينش اما لقاو مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا هادي راهم كيرفوا ليهم كيخرجوهم ترجعهم لبلدانهم. هذا هو انا جاني الخبر وشتاني شي فيديوهات قال لك اسيدي راه كاين راهم ولاو كيشدوا راهم تيشدوا، انا ما متاكدش يا اخوان واش كاينه حمله لمتابعه اللي المهم البحث عن الناس اللي ما عندهمش اوراق الاقامه، ما عرفتش واش حمله ولا ماشي حمله ولا روتين ولا عمل روتيني اللي كيدار ديما كتبقى غادي في اي لحظه ممكن يوقفك مثلا يقول لك راه الا شكوا في شي واحد الطريقه المشيه ديالو ولا الطريقه ديال الشوفه ديالو الطريقه ديال الهضره ديالو، ربما ما عرفتش ربما ما تديوش على هاد الهضره ديالي اللي كنقول ربما، وتيوقفوه بنادم يقول لك ارى ريزيدنسي ارى بطاقه الاقامه، اول حاجه يقول لك الا ما كانتش بطاقه الاقامه يقول ارى الباسبور، علاش يقول لك ارى الباسبور ها باش ديك الساعه صافي يشدك اعتق اعتقلك، راه ملي يقول لك ارى الباسبور الا ما كانتش عندك شهاده اقامه بطاقه الاقامه ارى صافي كاين هادشي، راه ماشي اللي كنقول راه ماشي مبالغة الإخوان، باغي نخش ما باغيش ندخل على الناس، ولكن الواحد خص ياخذ الاحتياطات. كاين ناس كاين حالات كثيرة اللي يجرو عليهم اللي رجعوا من المغرب، هادي شوية راه ما عرف شهر ونص ولا شهرين راه طيارة مشات عامرة بالسنغاليين، رجعوا من السنغال من هنا من اسبانيا رجعوا من السنغال، راه ماشي كاين راه ماشي راهم خدام هنا راه ماشي ناس، راه اللي شدوه راه ما تيسكلوش، اللي شدوه ما عندوش الورق راه ما كيسكلوش، هو تكون ملي تكون انت راه زعما الواحد يكون مثلا دار عامين ونص ولا ثلاث سنين وقرب انه يوصل يولي عنده الحق ويدفع باش يدفع يشد بطاقة الإقامة ويرجعوك، راه كارثة ما راه ماشي ساهل الواحد يضرب تمارة ويكون خسر الفلوس وجا هنا وفي الآخر يشدوك ويجريو عليك، وكاين اللي تيكون خدام راه كاين اللي كيكون حارق وكيكون خدام، واخا المهم خدام بلا وراق بلا حتى حاجة المهم راه خدام تيجي
باش مدخل الصرف وراهم في انتظار يشد بطاقة الإقامة. ولهذا أنا عاود الإخوان نركز على القضية هذه. الواحد هذيك الخروج ما عندي ما ندير به، خروج في الليل ما عندي ما ندير به، نخرج مثلا على 5 الصباح ولا هذه، المهم كاع في ديك الاوقات المشبوهه. شفتوا شنو الاخوان؟ هذيك الاوقات المشبوهه انا الواحد ما نخرج مثلا 10 ديال الليل 12 ديال الليل 11 ديال الليل، ما عندي ما ندير بالخروج. نتكمش اخويا تكمش لك عندك السكنه، نتكمش وندخل بحالي السبعه، ندخل بحالي ما ديما ما نخرجش. بوليس دايزنا وانا خدام نصور جوج واحد طوموبيل مور طوموبيل، سبحان الله ديما في هاد الشيء هادي كيشدوني، المهم كيشدوني من ديما كنتلاقى معاهم هنايا. وواقع باقي لحد الان دابا هما تيكونوا صايقين، راه ماشي حاضين هما بنادم، هو تيكون غادي صايق و تيهضر و هادي مع اللي معاه مع السيد اللي خدام معاه، وغاد مرتاح بخير مرتاح. انا هذا مخدمه واعره، هذا واحد الصالير تبارك الله، المهم فيها تمارة يعني، راه فيها كيخدموا في الليل كما قلت لكم الاخوان. من تكون حاول تفادى كاع هذيك المشاكل، قلب شحال المشاكل هذيك، المخدرات، السرقه، دابزه، نبقى جالس على الاخرين ثاني جاي، نبقى جالس مثلا الليل كله نخرج في الليل، ولا نمشي للفيران، ولا نمشي للفيران المشبوه، ولا نمشي ندخل للديسكوتيكا، ولا نمشي، هادشي كامل نبعد منه هنايا، هادشي كامل نبعد منه. واخا يكون هادشي كيعجبك، كيعجبك النشاط، كيعجبك الخروج والكماية وداكشي، هادي نسى عليا هادشي، ودخل سوق جواك، ودخل سوق جواك، والدنيير إلا كنتي كتخدم خدم وجمع العاقة، خدم وجمع العاقة، حيت ما أنت حيت ما خدامش برورك، راه تكون السوايع كتخدم دخل صريف. حيت ما كيخلصش عليك الضرائب. المهم الا طلع لك الزهر خدمتي مع شي واحد اللي كيخاف، المهم عنده شويه الضمير، راه كاين الاغلبيه كيستغلوا عباد الله. الا ما كنتيش عندك الورق، ما كنتيش عندك الورق، راه كيعطيهم داكشي اللي بغاو. هادشي نقول لكم الاخوان، حيت انا سمعت وشفت فيديوهات قال لك اسيدي راهم كيشدوا الناس، راهم كاين حمله وكيشدوا، ما عارف واش كاين حمله ولا واش حمله ولا ماشي حمله، ما عارف. المهم راه كاين راه حالات كثيره كيشدوا الناس وتيرفوا ليهم لبلدانهم، سواء كنتي مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا سنغالي ولا مالي ولا منين تكون كيما كنتي، صافي ما باغيين ما دم يديروا بحارقن. كاين حمله، كاين الوضعيه السياسيه راه في شكل معقده، وكاين وما جا ما ما راه نازل عليهم حتى الحكومه، راه نازل عليها العصابه في البرلمان وهادشي الشيء، وانتقادات دوك الاحزاب والعنصريين، احزاب العنصريين وداك الشيء، راه هادوك اللي كيبغيو يشوفوا المهاجرين، هذاك الشيء راه الحكومه كتحاول ما امكن كدير ديك العصا الغليظه، تستعمل العصا الغليظه. اشنا هي؟ وهي المراقبه، وهي الا شدوا واحد حارك كيجريو عليه هنا باش كيبينوا، تيضربوا عصفورين بحجر حجر، تيضربوا عصفورين بحجر واحد، انهم كيقولوا للشعب المهم راه حنا خدامين ما تخافوش، راه ما تقولوش راه المهاجرين ولا هذه، راه حنا خدامين وما باغينش المهاجرين. وفي نفس الوقت كيقولوا للعنصريين شوف هانتوما راه حنا زموا فمكم، فهمتوا؟ راه ماشي راه مش قضيه ماشي سهله. ولهذا الاخوان حذيو راسكم، حذيو راسكم. والمهم راه كنتي خدام، نمشي على الخدمه الدار ونزير راسي، واماكن مشبوهه ما نمشي لهمش، التجمعات ما نمشي لهاش، البلايص اللي كتباع فيها المخدرات وداك الشيء، دوك الاحياء الصعبه راهم كاينين ما نمشي لهمش، وما نخرجش في الليل. وحاجه اخرى، وثائق رسميه ما نهزهاش، حتى ما محتاجش دابا المشكل، دابا انت الا عندك شي واحد كتيق فيه ولا شي وحده كتيق فيها، خلي الوثائق ديالك. دابا انت تخرجي مثلا لاكارت ناسيونال المغربي ولا الباسبور المغربي، اش غدير به؟ راه والو، ما ينفعك حتى حاجه. ها هو البيرمي مثلا المغربي، اش غدير بالبيرمي المغربي؟ انت ما عندكش حق السوق، وانت تقيم بطريقه غير قانونيه في اسبانيا. لهذا هذوك الوثائق انا ما نهزهمش، حتى لو وقع شي مشكل صافي، ولكن شي حفله ولا شي استعراضات ولا هذه انا نبعد، ما واخا الواحد يقنط المهم يصبر، وما عندي ما ندير داك الشيء وما نمشيلوش تفاديا للمشاكل. وهذا الاخوان انا وصلت لهذا الرون بوان هذا، شكرا لكم، تهلاو في راسكم، شكرا للمشاهده والدعم ديالكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.